وحدة الأحراز شبين قناطر محافظة القليوبية. المبادرة بتاعت رئيس الجمهورية قرية الأحراز حصلت بيها إن هي كانت في المرحلة الأولانية من المبادرة. كان فيها عدة قطاعات، كان في الصرف الصحي اتعمل للمواطنين، كان في الغاز تم توصيله للمنازل، وكان فيها رصف الطرق. وبالنسبة للصحة كان في تم إنشاء مستشفى، هي كانت وحدة تنظيم أسرة عادية بتقدم الخدمات العادية اللي هي سواء كانت التطعيمات أو كانت تنظيم الأسرة اللي هو الطب الأسري يعني. تمام. دلوقتي بقت مستشفى بتقدم خدمات كبيرة، بقى فيها وحدة إسعاف، بقى فيها طوارئ، بقى فيها 17 حضانة، هي كانت فيها الأول 7 دلوقتي بقوا 17، بقى فيها معمل جيد بحيث ان هم فصلوا معمل الدم لوحده ومعمل الطفيليات لوحده. اتعمل فيها انشاءات برضو، جزء انشاءات زودوا بيه بحيث ان يبقى فيها اكبر عدد من الاطباء. بالنسبة للمدارس تم عمل رفع كفاءة 3 مدارس بحيث ان هي تستوعب عدد اكبر من الطلاب. بدل ما كانت كثافة الفصل مثلا 65 بقت كثافة الفصل تتراوح ما بين 30 32 يعني في الرينج دوت. بالنسبة للترعة، الترعة تم تبطين الترع ودوت بيحفظ لنا مجرى مائي بيخدم عدد كبير جدا من الفلاحين ما يقرب على 3000 فدان بحوالي تكلفة 35 مليون جنيه تبطين الترع. في كمان ردم مصارف، ردم المصرف دوت كان بيسبب أضرار تلوث، كان بيعمل لنا أضرار للبيئة كبيرة. كان لما يجي مثلا بتوع الري يعمل تطهير المصرف دي كانت بتكلفة عالية جدا. التكلفة ديت خلاص الحمد لله لحد ما طبعا انتهت. تم رفع كفاءة منازل للناس، بقى دي المنفعة بقى المباشرة. كم منزل تم رفعهم؟ تم رفع كفاءتهم 15. 15 منزل تم رفع كفاءتهم، دي كمرحلة أولى. ولسه هيتم إن شاء الله طبعا المبادرة في المراحل الجاية بإذن الله. المبادرة لسه مستمرة معانا يعني ما انتهتش. تم إنشاء سجل مدني ما كانش موجود. تم وحدة إطفاء ما كانتش موجودة. تمام. تم رفع كفاءة مركز الشباب بحيث ان هو عدد كبير جدا من القرية، وبقى في نفس الوقت كمان في استراحة ممكن ان هم يجوا يقعدوا فيها ومكان جيد للأسرة ان هي تتلقى فيها، وفيها مكتبة كمان في قلب مركز الشباب بحيث ان لو الأسرة كلها بشكل عام يبقوا قاعدين متواجدين فيها سواء كان للرياضة او للمعرفة. تمام. للقراءة. تمام. المبادرة بجد حاجة كويسة جدا جدا حصلت في قرية الأحراز ولسه تحصل في مصر كلها، واحنا بنشكر رئيس الجمهورية وتحيا مصر. يعني زياد، الملعب دلوقتي شايفك بتلعب رياضة هنا، ايه اللي حصل في الملعب هنا؟ الملعب ما كانش كده بصراحة، هو اتطور جامد وطوروا في الشبك وطوروا في العرضات وغيروا كل حاجة، والنادي دلوقتي بقت تمام وكل حاجة تمام في النادي، والواحد يتشجع انه يجي يلعب هنا بصراحة. الأول ما كنتش بتعرف تلعب حاجة هنا؟ لا، ما كنت بلعب بس ما كانش اللعب زي دلوقتي، يعني دلوقتي أحسن بكتير. أحسن بكتير. أحسن بكتير. بعد ما تم التطوير هنا فيه؟ بعد ما تم التطوير بالظبط. يعني طب انت شايف مثلا ده هيأهلكم مثلا انت تلعب اكتر واكتر كده؟ ايوه طبعا. يعني انا دايما انا في ناس ببقى عايزهم يجي يلعبوا هنا، فبالاول كانوا بيقول الملعب مش كويس وكده، وكنا بنروح نلعب في ملاعب تانية، بس بعد ما الملعب اتطور وكل حاجه اتطورت بقيت اكلمهم بيجوا يلعبوا هنا على طول. بيجوا معاك هنا على طول؟ اه. حاجه عطيه الخياط مدير مركز شباب الحراس. يعني ايه التطوير اللي تم هنا؟ الحمد لله طبعا انا جيت في شهر 4 وجدت طبعا حياه كريمه اثرت على المكان. طبعا كان في عندنا سور كان بقاله فتره ما اتعملش، السور حضرتك رابط اهو الاحمر ده اتعمل وحصل تطوير جامد. رفع كفاءه المبنى من اناره من طبلات، عمل سيراميك دهانات ماشي رفع كده. وبالنسبه برضك عملنا برضك بلاط موجود في المدخل، وعندنا برضك حديقه الطفل تمام موجوده هناك برضك، حياه كريمه عم تهنى. والحمد لله عندنا طبعا تاثر طبعا جاب الشباب بعد ما كان هاجر المكان، جاب طبعا حصل تطوير فالشباب جت رجعوا تاني. رجعوا تاني. طبعا طبعا لما كل ما الشاب لما بيلاقي حاجه جديده بيجي بيشوف ايه اللي موجود في المكان. والحمد لله طبعا عملت عندنا رفعت عندنا الايرادات. طبعا كانت يعني شبه معدومه. الحمد لله عندنا الملاعب اشتغلت
وعندنا برك عندنا برك احدث سار جيم موجوده موجوده عندنا طبعا احنا مأجرينها. لا ده كله تم ضمن التطوير في مبادره حياه كريمه بالنسبه لل ده، انما الصاله كانت متواجده بس طبعا اولا الجيم كان كان عامل مشكله عشان نسبه الاضاءه فحياه كريمه غيرت لنا برضك من تعديل الكهرباء ان كانت الاجهزه عندنا بتبوظ. فلما طلبنا من حياه كريمه ان الناس ما تاخرتش فعملوا لنا كابلات جديده وعملنا خط كهرباء للصاله للجيم فاصبح يعني حياه كويسه جدا. يعني احمد عواد من الحرارس. يعني ايه اللي تم معاك في مبادره حياه كريمه هنا في البيت؟ اللي تم معايا في البيت، البيت كان قديم وجيه في السيل وقع فجه المهندس قال لي شطب البيت مباني ومسلح واحنا عايزين نكمل بونا. بس انت حضرتك بونا ومبونا ومسلح؟ بونا ومسلح. اه تمام. وبعدين هم جم بداوا بالنجاره وبعدين محاره وبياض والسيراميك وسباكه، يعني في كل حاجه هم عملوها لنا. فما فيش بعد كده بصراحه ربنا، يعني حاسين احنا قاعدين في مكان نظيف وقاعدين مكان مرتاحين ومش احنا بس، وناس تانيه من نفس البلد برضو زينا كده وقفوا جنبهم وعملوا لهم كل حاجه. تمام. فطبعا يعني بعد كده السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي الله يصلح حاله، يعني كده حس بالناس الغلابه على حق. مفيش لا رئيس لا قبله ولا وزير ولا اي حد كان بيسال بكل حاجه، انما بصراحه ربنا من ساعه ما اتوجد هو وكل الحياه كلها اتعدلت معانا ومعي الناس الكبار ومعي الشباب واهتم بالناس الفقيره اللي زينا كده اكتر اهتمام. يعني مفيش بعد كده ناس تتمنى ايه بقى تاني؟ انت المغازره شايفها مفيش احلى من كده. يعني مفيش فين، ما انا بقول لك يعني انا عشت العمر ده 77 سنه ربنا يديك الصحه، ما شفتش حد عمل حاجه زي كده ولا اهتم بناس زي كده. يعني المغادره دي يعني الناس كلها مفيش بعد كده راعى بناس حال كتير ورفعهم من التراب للنظافه وشافوا يعتبر مطرب قاعد في مكان نظيف حتى مش هتحس بالمرض الكتير اكيد. انما المغادره لو قعد في تراب اللي عنده الصدر واللي عنده القلب هيموت. ربنا يديك الصحة. احنا مفيش بعد كده بصراحة ربنا حياة كريمة ما خلتش حاجة للفقير انه يحتاجها خالص.